بارزاً في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. Über unsere technische Zusammenarbeit. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie يعد هذا اللقاء والذي يجمع الفاعلين الأساسيين في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية للطاقة شاهدا على الإرادة المشتركة لتشجيع الشراكات المثمرة في هذا المجال. الشراكة بين الجزائر وألمانيا تمنح فرص كثيرة ومتعددة للتعاون في مختلف جوانب الطاقة وخاصة الطاقات النظيفة، حتى يكون التقارب والتعاون مجدي لابد أن نعالج جميع الجوانب المتعلقة بالطاقة النظيفة، الأطر القانونية، التحول التقني والتكنولوجيا والمساعدات الفنية والتمويل.